يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ثبت عليه دين والدين هذا مقابل شيء محرم كمن أخذ مزمارا أو دخانا أو أخذ خمرا بمبلغ آجل، هل يلزمه السداد؟ أعيد السؤال. يقول هل من ثبت عليه دين وكان هذا الدين مقابل شيء محرم كمن أخذ مزمارا أو دخانا أو أخذ خمرا بمبلغ آجل، فهل يلزمه السداد؟ هذا حرام، هذا حرام. ثمن الخمر وثمن المزمار وثمن آلات كله هذا حرام، والبيع والبيع باطل، وهذه الأمور يجب إتلافها، ليست مالا، هذه يجب إهدارها وإتلافها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وإذا طالبك بالمبلغ تروح للمحكمة أنت وياه، القاضي يشوف الحقيقة. نعم. لكن ما أدري السؤال هذا كيف، إن هذا ثمن خمر ولا مزمار؟ أنت شاري الخمر ولا المزمار؟ ما أدري، ما يجوز لك هذا أن تشري خمر وتشري مزمار وبعدين تسأل عن القيمة. نعم.